كابتن محمد، قبل ما نروح للفريق بقى ونطمن عليه والقصه والكلام ده كله هياخد تمام. منا وقت، لازم نستعيد معاك الذكريات ومع كابتن حسيني طبعا. خلينا نتكلم، يعني بدايتكم كانت مع النادي الاهلي امتى؟ الحاجات دي مهمه، بنستحضر تاريخنا في النادي الاهلي، جيلك، مين ابرز اللاعبين، ابرز المباراه، يعني كلمني عن بداياتك وجيلك في النادي الاهلي. يمكن ابتديت فولي من وانا عندي 10 سنين في النادي الاهلي. انا جيلي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح حسام شعراوي محمود الكومي، ده هو هنا في مصر بيقولوا ان ده الجيل الذهبي دلوقتي صحيح، في وفعلا الكره جيل الطايره، الذهبي. جيل 83 84. ابتديت من وانا عندي 10 سنين في الاهلي، الحمد لله فتره الناشئين كلها ما خسرتش ولا بطوله مع النادي الاهلي. الله اكبر، يمكن الحمد لله في معظم السنين القوام الاساسي للفرق في قطاع الناشئين كله في النادي الاهلي. لعبت منتخبات الناشئين والشباب، كسبت افريقيا في الاثنين، لعبنا كاس عالم. يمكن في اخر سنه في الشباب ابتدينا نلعب كلنا في، يمكن الدرجة عبد الأولى. الله وصلاح سبقونا في الدرجه الاولى، بس يمكن بقيه الجيل كله كمل في الدرجه الاولى من اول 2000 اخر 2004 تقريبا ابتدينا نلعب في المنتخب الدرجه الاولى، وطبعا كنا دخلنا القوام الاساسي في النادي، فرقه النادي الاهلي. يمكن انا لحد 2009 جات لي اصابه وعملت عمليه صليبي، ويمكن ده اللي بعدني شويه عن المنتخب. كانت صعبة ساعتها 2009 برضه، الصليبي ما كانتش بالسهولة دلوقتي مش قوي، زي دلوقتي يعني. والتطور اللي حصل في العلاج الطبيعي ما كانش زي طبعا 2009، طبعا يعني من طبعا 14 طبعا سنة الدنيا الموضوع اختلفت مختلف. جدا طبعا، فاخدت وقت شويه على ما ارجع، بس يمكن ما وفقتش ان انا ارجع تاني للمنتخب، بس رجعت تاني في الاهلي. يمكن كسبنا في 2010 و2011 كل البطولات سواء داخليه او خارجيه. بعد كده سبت النادي الاهلي في فتره، رحت نادي طلائع الجيش، كنت هناك من 2012 ل 2018. عبد الله جالك هناك بالظبط معاك الفرقه كلها وصلاح. تقريبا جت نادي الجيش، وكسبنا معاهم دوري وكاس دوري وكاس انا وافريقيا فاكر. هناك بالظبط. يمكن اخر 3 سنين عملت تجربه جديده شويه، ايه قول لي. طلعت نادي الاتحاد في حلو اسكندريه. جدا، حلو. كان الاتحاد ساعتها يعني في بدأ يعمل المراكز فرقة صحيح. ابتدى يتطور جدا تحت قياده احمد سمير المدير الفني المدير ساعتها. الفني صحيح. ختمت اخر سنه في الاتحاد بتاني دوري، يمكن دي اول مره تحصل في نادي الاتحاد. صحيح. فساعتها انا قلت لا كفايه كده، هي كده حلوه خلاص كده كفايه. زي الفل. جات لي فرصه ابقى مدرب عام في نادي طلائع الجيش السنه اللي فاتت مع كابتن اسلام عوض، ويمكن اسلام بالظبط يمكن الحمد لله كان موسم كويس بشهاده استفدت الجميع. فيه اكيد بشكل كويس. اكيد طبعا، بالذات يعني هو كان موسم صعب شويه، لان معظم الفرقه في نادي الجيش انا كنت بلعب معاهم، فالموضوع ما كانش مدرب عليهم القلب. على قد بالظبط، بالظبط القلب اخ دي كبير بتاخد شويه معاهم، وقت. فكان الموضوع مختلف شويه. بس كان موسم انا كان من المواسم اللي بحبها في حياتي يعني. لا ما شاء الله، تاريخ طويل تسلم. وسبحان الله، يعني خدت خبرات متعدده، يعني مش بس اللعب في جوه النادي الاهلي، لا وخدت خبرات مع انديه كثيره، وحتى انت كمدرب بدات يعني مدرب عام في نادي طلائع الجيش، نادي من اكبر بالظبط الانديه في مصر، يعني انت النهارده بتتكلم على خبره كبيره. يعني الحمد لله، يعني كان ليا حظوظ في مسيرتي ان انا تقريبا كل المدربين التقال في الكره الطايره اتمرنت معاهم مين سواء يعني اجانب اديني او كده مصريين. فكرني. يمكن كابتن فؤاد عبد السلام، انا بتكلمك طبعا على الدرجه الاولى طبعا طبعا، طبعا. كان بدايتي كانت مع كابتن فؤاد عبد السلام، كابتن ابراهيم فخر الدين، كابتن نور عطيه، كابتن احمد زكريا. كابتن احمد زكريا. بس كابتن احمد زكريا اتمرنت معاه في الجيش مش في الجيش الاهلي. في الاهلي ما كانش ايا في كان، الاهلي. يعني انت حضرتهم. كابتن شريف الشميرلي، الله كابتن جابر اكبر، ابو عاطي ساعه المنتخبات، الله يرحمه منتخبات بقى. الناشئين. يمكن تقريبا المدارس بتاعت الطائرة البولي المختلفة كلها بالظبط، عدت زائد عليها. المدربين الاجانب اللي كانوا في المنتخبات. زي مين ف مثلا من الاجانب تفتكروا؟ فيسكو في 2005، في جيجوش البولندي في 2007 تقريبا، انطونيو لما جه في 2010، وكل واحد كان ليه فكر مختلف. اتعلمت منه. فبالظبط يمكن الافكار الكتيره اللي قابلتها فرقت معايا كتير. طبعا اكيد بس منتظرين منك بقى الخبرات دي ان شاء الله ان تبقى في شاء الجهاز الله ان شاء ان الله مع شاء النادي الله الاهلي، واكيد اكيد ان شاء هتحطها الله. مع الجهاز محمد.